عبد الوزير زيد الوزير كما تحدثنا في اجتماعيات في الاجتماعات الوزارية المشتركة التي سبقت طبعا إطلاق هذا المشروع، كنا قد ألحينا على احترام أجل الإنجاز، فما أعاقنا سابقا هو عدم احترام أجل الإنجاز، وبالتالي فأدرجنا في كل دفاتر الشروط طريقة العمل وفق مقاربة 3 في 8 أو 10 في 2 فرق متكاملة يعني تتناوب من أجل إنجاز هذه المشاريع، وحتى نكون في الأجال التي حددها طبعا المستثمر الذي هو وزارة المناجم والطاقة، ونكون في أجال دخول الإنتاج للمصنعين، مصنعي الفوسفات المدمج على مستوى كل هذه الخطوط، وبالتالي نلح دائما على احترام الأجال، نلح دائما على خلق مناصب الشغل في المناطق التي تمر عليها هذه السكك، فمنطقة بوشكوف ومنطقة الدرعان ومنطقة بسات نكلا، يعني كلها مناطق يعني يجب أن تشعر بأن هناك يعني دفع اقتصادي جديد.